بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الميثود الثانية يا جماعة بتكون عبارة عن is integer، ومن الواضح من اسمها انها بتست الفاليو بتاعت الرقم اللي انت بتحطه في البارامترز ده، هو بتشيك هل هو انتجر ولا لا. لو كان انتجر بتطلع لك القيمة ترو في بوليان، لو مش انتجر بتطلع لك القيمة فولس. مثلا رقم زي 1 2 3 ده انتجر، هتطلع لك القيمة ترو. سالب 1 2 3 انتجر برضه، 5 ناقص 2 ده انتجر، الصفر برضه بيطلع لك القيمة ترو. لكن لو انا حطيت مثلا جزء فيه ديسيمال، يعني لو انا قلت مثلا 1 و الكسر، فبالتالي يطلع لي القيمة فولس، لان الرقم ده عبارة عن ايه؟ عن كوكتيل ما بين انتجر وما بين ميكسد، عدد صحيح وكسر 10، فبالتالي بنسميه كده ايه؟ كسر، او بنسميه تبع الارقام العشرية يعني. فبالتالي ده ما يعتبرش انتجر، فده يخلف الشرط عند الجافا سكريبت يا جماعة. الجانب الثاني بقى القيم اللي بترجع لك قيمه فولس، نفس السيناريو بالظبط مع الطريقه الثانيه، الحاجات اللي مش ارقام، انها كل السترينجز ذات ما يعتبرش انتجر. انفينيتي نفس السيناريو، بترجع لك القيمه فولس، خارج قسمه صفر على صفر الناتج، وان كان اساسا المفروض الناتج بيطلع صفر، فبالتالي العمليه نفسها بالنسبه للجافا سكريبت مش منطقيه، فبالتالي بتقول لك ان الناتج او فالقيمه بتكون عباره عن فولس. ده اللي بيعمله is integer. الفكرة في ان هو بيحاول يتست الرقم اللي انت بتحطه له في البرامتر تبعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.